السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي متابعي قناة ليبيا لكل الأحرار يسعد مساكن فيها رمضان الكريم وبإذن الله تعالى اليوم حنعطيكم نبدة حلوة وأكل جميل مبسط آه لكل بناتنا اللي في البيوت ولكل نسائنا الموجودين آه ان شاء الله ربي يعطيهم الف صحه آه فعلا هم يستحقوا ان ترفع لهم القبعه لانهم طبعا دائما موجودين في المطبخ من الساعه 2 او مرات حتى من الساعه 12 ونص يقعدوا ست ساعات وسبع ساعات حنحاول نبسط اليوم الوجبه باذن الله تعالى بخلال ساعه ساعه ونص تكونوا باذن الله اكيد آه يعني آه تامين الاكل اليوم أنا معكم من بيت في المدينة القديمة يعتبر من أقدم البيوت طبعاً أنتم عارفين المدينة القديمة سبق أن ذكرنا أن لها 3000 عام عمرها 3000 عام وتحديداً من أيام 1835 أيام يوسف باشا الجرامالي اليوم إحنا من حوش محمود بي اللي هو ابن يوسف باشا الجرامالي ما شاء الله يعني لو اطلعتوا اكيد حتشوفوا انتم الغرف الواسعه والجميل يعني فعلا بيت بارك الله فيهم اداره المدينه القديمه كانوا فعلا متابرين لانه يطلعوا المكان هذا على احسن وجه يلا مع بعضنا خلينا نشوفوا بعد شوية حنزيد نحكي لكم شوية عن البيت ولكن اليوم حنوريكم شن هم الخطوات اليوم اللي مديرينها في الوجبة الرئيسية اليوم أنا عندي عجينة الباف اللي هي عجينة المتفقة حنعمل إن شاء الله منها ثلاث أنواع بوريك سهل جداً السبانخ حنقليه مع شوية بصل وبعدين نحط السبانخ، نوريكم آه نقطة نبي نفهمكم على حاجة، يا ريت بس لما تاخذوا السبانخ حاولوا بقدر الإمكان الجذور مباشرة نقصوها مباشرة، ما تخلوش ما تقصوش من 3 سم ولا 4 سم، بس إحنا نحتفظوا بأكثر نسبة موجودة من الحديد والنحاس في الـ في, الـ في السبانخ، نحاولوا كيف ناخذوها مباشرة في آه يعني تحت الجدر مباشرة أوكي أكيد حنقرضوها بالشكل هذا زي ما قررت لكم أنا بكري باش نكسب الوقت جرتهم بالشكل هذا وهذه السبانخ اللي اليوم احنا حنديروها أول حاجة حناخذوا راس بصل نشوفه مع بعض أكيد ناخدو راس بصل حنقرضوه يعني بالشكل هذا يعني شوفوا ناعم بقدر الإمكان نعموه ما هيش مشكلة هو حيدبل وحيبدأ يعني أه مش هذاك الكبر يعني أه اهم حاجه صوابعنا زي ما قلنا دائما في كل في كل حلقه ننبه على ان صوابعنا لازم تكون أه بالشكل هذا باش ما نضربوش صوابعنا شوفوا الميول الداخل وبالتالي هيك هذه الطريقه المثلى لانكم تقطعوا البصل حناخذوا زيت ممكن عباد الشمس ممكن جوز الهند ممكن اللي انتم تروه حناخذوا كشيكين او ثلاثه ثلاثه كواشيك مش ما تكتروش اذا كان زيت نباتي انتم عارفين اضرار الزيوت النباتيه لكن حناخده بالشكل هذا كيف تشوفوا هذه بالطريقه حنحاول كيف نحط البصل ونخلوه خمس دقائق او اكثر باش يدبل وبعدها مباشره ناخذوا السبانخ اليوم انا حنديلكم اكله يعني مشتقه من كنا نعرفوا آه لحم الدجاج ان السلامي نديروه من لحم الدجاج السلامي الموجود في الاسواق آه اليوم حنوريكم كيف ممكن نديروا اثنين في واحد، حندير السلامي الموجود فيه مكسرات اللي هو الفسق او انتم كيف ما تبوا فيه اللي آه يقول لك نبيه انا بفلفل آه في مدخن، فيه اللي يبيع عادي، اليوم حنوريكم اثنين في واحد اللي هو يلا لبين ما يدوب البصل آه شويه حناخذوا الدجاج، آه هذه الدجاج طبعا هذه آه آه اكيد دجاج آه آه صدر الدجاج حنفرموه مرتين، لازم يكون ناعم جدا، لازم يكون شوفوا بالشكل هذا ناعم جدا، اوكي؟ بعدين حناخده مباشرة ناخدو الخبز المرحي بحدود إذا كان الحم يعني بحدود نص كيلو، يبي أقل شيء 200 جرام 200 جرام دجاج 200 جرام خبزة مرحية. حنحطه حاولوا بقدر الإمكان أول 100 جرام نحطوها وبعدين نراجع شوية، حنحطه التوابل اللي هي الملح شوفوا الملح اهم حاجه بعدين شويه فلفل احمر بابريكا اللون بعدين ناخذ فلفل اكحل طبعا ما دبيكم ما تكتروش لان بعدها حنوريكم شنو حيصير في باقي المواد يعني حنطيبوا وطبعا بصل ما تنسوش بصل مجفف هذا ضروري جدا بصل جاف بدون بصل اخضر ولا بصل يابس، ضروري بصل جاف تحطوا كشيك كبير، انا نحاول بقدر الامكان نحط لكم كشيك كبير باش نعرفوا هذه آه برضه حنحطوا فستق اليوم في شوفوا مع بعضنا هذا فستق حنحاول بقدر الامكان نطلع لكم آه نوعية يعني جيدة هذه بالنسبة لي آه نزيدوا نشوفوا هنا شوية إذا كانت ذبل تقريباً ما زال شوية نزيد نخلوه شوية على النار باهي تو هنا عندنا مرحله اللي هي ضروري نعرفوها آه بعد ما حطينا التوابل هذه كلها فيه اجتهادات فيه في اجتهادات في اللي يحط فلفل اكحل في اللي يحط فلفل احمر في اللي يحط انا واحد من الناس آه ما نحطش آه طبعا الا البهارات الرئيسيه حنحاول كيف نخلطه بالشكل هذا الاشياء كلها اذا كان لقينا آه شوف اذا كان مازال آه مش جافه نزيدوها شويه خبزه مرحيه طبعا قاعده مازال الفستق حيكون شكله جميل جدا بعد ما تطيب ونقطعوه حتشوفوا حناخذ منها للأكلة المكسيكية اللي هي حارة مشهورة مكسيك بالفلفل الحار مش حنديروا مدخن إذا كان تبوا مدخن ممكن تحطوا المية نفسها اللي حنطيبها بإذن الله تعالى حتحطوا فيها الفلفل المدخن حتعطي طعم المرتديلا أو السلامي المدخن حنزيدوا هنا شوفوا زيد شويه خبزه اوكي ذاتس ات هو هنا خلاص هذا بالنسبه لي أه. شوفوا مع بعض هذه حنشوفوا كيف شكلها انا هنا نبي نوريكم حاجه ضروري تعرفوها أه. حناخذ أه. 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 ورق زبده شوفوا وشني حناخذ حاجه ثانيه شوفوا اول حاجه أه. لازم يكون ورق الزبده يعني أه. شيء آه ملموس يعني لازم تعرفوا ان اول حاجه لازم تكون ورقه كبيره لا بس لان من غير ورقه الزبده مش حتكون في آه سلامي هذا رقم واحد بعدها بعد ما نغلفوا اللحم حنحطه آه تحت سيلفر اللي هو ورق ال الواحد ال ورق السيلفر شوفوا البصل تو هنا اصبح ما شاء الله يعني كويس تو على طول نحطه السبانخ لكن السبانخ رجاء خاص ما تحطوش معاه مية ابدا نهائي حاولوا كيف بقدر الامكان تحطوا الكميه المطلوبه اللي انتم تبوها هي آية. مثلا هذه ساده نحن بالنسبه لينا اوكي هذه بالنسبه للسبانخ آه حاولوا كيف تغطوه وتخلوه هيك بالشكل هذا باهي على نار هاديه شويه باش يدبل حاول بقدر الامكان نديروا له حاجه اللي هي زي الغطاء آه اوكي هذه خليها خمس دقائق لبين ما تدبل خلينا نرجع طول للحمة متاعنا اللي هو شوفوا شكلها حيكو الشكل هذا هذه المرتديلا السلامي اللي هو احنا نعرفوه سلامي اوكي هذا حناخده شوية ونخلو الباقي باش نديروه للأكلة المكسيكية نفس المقادير الأكلة المكسيكية نفس المقادير توا هنا شو بنديرو لازم تعرفوا حاجة اللفان لازم يكون بالشكل هذا حاولوا كيف تحصروها بالشكل هيك زي السلامي بالضبط زي السلامي الموجود في السوق حاولوا كيف تخلوه رصوه بالضبط هذه هيك هذه حاولوا كيف خلوها هيك بالشكل هذا باهي لفوها من هنا وهذه نفس الشيء لفوها وخلوها بالشكل هذا توا لازم ناخذوا الفويل اللي هو السيلفر ليش السيلفر؟ أنا مش حنحطها في النار على فكرة أنا حنوريكم حاجة اليوم مختلفة لأن في ناس هلبا يبوا يعرفوا السلامي كيف السلامي بالشكل هذا حنشوفه مع بعض شوفوا هذا السلامي اليوم حتشوفوا سلامي من نوعية مختلفة يعني طبعا بدون فرن وبدون أي معش يعني ما يخوفش أن مرات يحطوه في الفرن تقول والله بالك ينحرق بالك ينقص بالك كذا هذا جاهز حاليا شو اللي حنديره؟ او شوفوا شو بندير تو هذه طبعا هنا نحاول كيف بقدر الامكان آه نشوفه اوكي حنحول هذه هنا شوفوا شو بندير لكم تو هذه طنجره فيها حنحط ميه مغليه اللي هي بحدود بحدود نص لتر ميه مغليه او اكثر شويه ميه مغليه حنحطه بحدود اقل يعني فوق النص لتر بشويه. حنحطه ربع لتر خل خل بتاعنا باش ما تقوليش والله ممكن خل ولا كذا اه حنحطه بحدود طاسه يعني خل اوكي؟ بعدين حنحطه التوابل هذه اللي تشوفوا فيها شن هي؟ حنحطه فلفل اكحل ابزار سماق فلفل بابريكا آه توما آه ورق الغار هادو اللي حنحطهم توا. باهي أول ما تغلي نمشوا حاطينها هادي هنا تمام. هادي أول ما تغلي توا نحطوها هنا وتخلوها من ساعة إلا ربع، من نص ساعة إلى ساعة إلى ربع. أكيد حنشوفوا على طول آه بعدها شو بصير. هذا رقم اثنين، أما رقم ثلاثة اللي هو آه البوريك آه بالجبنة. البوريك بالجبنة حنحطوا شوية آه خبزة مرحية فوق الجبنة الفاتة طبعا جبنه فيتا باين هناخده شويه معدنوس اللي هي شويه معدنوس لازم نوريكم كيف آه يعني حنفرموه بالشكل هذا باين وبعدها باذن الله تعالى جاهز للحشو حنشوفوا اكيد بعد الفاصل باذن الله تعالى آه الجبنه كيف حنحشوها والمرتاديلا واكيد حنوريكم مازال البوريك باللحم كيف حتى هو ممكن اندروه. يلا مع بعضنا ارجعوا لي بعد شوية ورجعنا من جديد معاكم باش نشوفوا شو صار في الأكلاء. الاكلات كلها اللي درناها، هنا درنا طبعا البوريك حنسكره بالشكل هذا زي ما قلت لكم حاولوا كيف بقدر الامكان تخلوا المثلث يكون رائع بشكل جميل يعني شوفوا الجهة اليسرى نحطوها وتخلوها بالشكل هذا وتسكروا عليها هذه طبعا خلاص اهي نديروا آه بالشكل هذا نستفوه يا ريت آه لما تستفوا دائما حاولوا كيف تنسقوا تنسيق يكون آه يعني جميل لان العين اللي تاكل مش الاكل نفسه هو الحلو نشوفه مره ثانيه هنا حاولوا كيف تسكروا هيك بالشكل هذا اكيد نحط واحدة جبنه وواحدة سبانخ باهي ها هي ما تنسوش ان العجينه المنتفخه اللي هي العجينه يقولوا لها المنتفخه هي آه كل ما كانت رق كل ما كانت آه كريسبي اكثر يعني تقرمش لكن آه انا بالنسبه لي بصراحه نحبها باش تطلع آه يعني هي حطيب ليش لان كلها زبده على فكره كلها ما فيهاش اي آه طبعا اكيد آه اي 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 مشكله ليش؟ لانها آه باش تعرفوا آه اهم حاجه في 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 البوريك ان تخلوها بقدر الامكان يعني تكون آه روعه شوفوا اهو خلاص احنا شبه كملنا بعدها حنشوف نوريكم كيف ممكن تكون آه اللحمه المرتديلا وحنشوفوا على طول بعد هذا كله مازال كيف بنديره آه الأكلة المكسيكية اللي قلت لكم عليها هي عبارة عن نفس اللحمة آه اللي درناها درناها يعني ثلاثة في واحد اللي هي نفسها نفس متاع البوريك ودرنا متاع آه المرتديلا اللي هي السلامي وحنديروا منها نفس الشيء الأكلة المكسيكية اللي شفتوا آه حتكون بالفلفل الحار أكيد لأن مدام مكسيكية معناها فلفل حار أكيد قطعاً يعني ما ليش المكسيك مشهورين في الفلفل الحار ولكن إحنا اه حتى إحنا من عاداتنا ما شاء الله يعني منو اللي ما ياكلش الحار؟ كلنا ناكله في الفلفل الحار وكلنا والحار على فكرة الفلفل الحار هو فيتامين سي وضروري إنه يكون الإنسان عنده كمية لا بأس بها من الفيتامين سي نفس الشيء اه لما أشوفه مرات في حاجة زايدة لما تكون في حاجة زايدة ممكن تديروها هيك بالشكل هذا يعني ما فيش ما تقولوش والله أه ما جتش معاي مزبوطة بالعكس انتم ممكن تديروها بالشكل هذا ما فيش اي مشكلة هاي آه مازال زوز نديروها هيك نفس الشيء هذه زيادة شوية نقولونها هيك ما فيش مشكلة الا اذا كان بتقيسوها بالمسطرة يعني ما عندكم مش مشكلة واحدة ثانية من هنا نحاولوا كيف نحطوها وخلاص هذه ندهنوها كان تبوا تدهنوها دحي باهي كان ما تبوش عادي لان العجينة منتفخة ما تبيش دهان يعني اكثر من عاد طبيعيه يعني مش مش هذاك الفرض يعني لو ان بتدهنوها باهي لو ما تبوش انتم احرار هذه تو خلاص نحاولوا كيف ندخلوها في الكوشه وباذن الله تعالى اكيد يعني تبي متاع ممكن 20 دقيقه تكون ان شاء الله طيبه هذه بالنسبه لي درجه الحراره المفروض تكون يعني بحدود 180 او 200 الا مش حتاخذ وقت اكيد تعالوا نشوفوا مع بعضنا هنا تو شنو صار بالنسبة للأكلة المكسيكية هي عبارة عن شنو؟ هي عبارة عن ناخذوا مع بعض طاوة نحاولوا كيف نحولوا هذه نحولوها لهنا أوكي هذه رقم واحد أوكي وهذه نحطوها هيك شنو هي الأكلة المكسيكية؟ هي عبارة عن فلفل أخضر وأحمر وأصفر وفلفل حار وفلفل بابريكا وفلفل بودره حتى هو حار حنحطه مع بعض على طول زيت ممكن زيت القطن ممكن زيت جوز الهند ممكن زيت النباتي حنحاول كيف ناخذ شرايح من البصل لازم تكون شرايح ولازم تكون رقيقه بشكل هذا شرق اسيا والصينيين صفه عامه كلهم دائما اكلهم نص ثياب لكن احنا طبعا ما نحبوش ناكل نص ثياب للاسف ش... مش متعودين عليه يعني باهي هذا البصل حناخذه آه طبعا فلفل اصفر شوفوا انا دائما ناخذ العاده بالشكل هذا هذا فلفل اصفر حناخذه شرائح حتى هي نفس الشيء حتى هي نفس الشيء فلفل احمر واصفر واخضر وبعدين اخر حاجه فلفل الحار بتاعنا اللي هو آه الصينيين ما يحطوش في يعني بامانه باش نكون واضح معاكم يحطوا اللي, اللي هو الفلفل الحار الصغير اللي هو احنا يقولوا له الفلفل السوداني اللي جاي من السودان باهي لانه حار شطه يعني يقولونها لكن احنا حنحطه فلفلنا احنا في اللي يبي يحط مدخن عادي هذه بالنسبه لي يعني وحطوهم كلهم مع بعضهم على فكره يعني مش تقولوا والله لازم هذه تطيب ولازم هذه الطيب كل ما كانت الخضره اقل طياب كل ما كانت احسن هذو لازم تاخذوها قاعده حناخذوا الفلفل الاخضر حتى هو اهو الفلفل الأخضر حتى هو ناخذه نص أكيد حنشوفوا مع بعض كيف يكون شكله منظرة رائع جدا جميل جدا يعني يعني لو تشوفوا بعدها الطماطم طبعا الطماطم الأخضر حتى هو حنحطه ثلاث طروف وآخر حاجة حنقله مع بعض حتشوفوا كيف القلي حنقلي اللحم اللي قلت لكم عليه شوفوا مع بعض هذا هنا هيك جاهز هذا بالنسبة للفلفل حطوا رجعوا الفلفل هنا كلها باهي بعدين حنديروا اللحمه اللي وريتها لكم بكري حنحاولوا كيف ندوروها كور كور ونقلوها بزيت الكانولا او مثلا زيت عباد الشمس او مثلا زيت اللي جوز الهند او اللي تبوه انتم باهي هذه طبعا هذه اهم حاجه هنا شن عندنا مازال هذه اللحم اللي كورناه كورناه بالشكل هذا حنحمره بشويه زيت باهي واكيد آه بعد ما تطيب طبعا هذه كلها بالكامل اهم حاجه انها آه تتحمر بعد ما تتحمر وتصبح طيبه حنحط الطماطم ونقلوا اللحم لين يتحمر ونحطوه فصا هذه هي آه اخر حاجه بنقول لكم عليها لازم تحطوا الفلفل بتاعنا اللي هو الحار آه اخر شيء بعد ما يدبل الطماطم ليش لانه هو اللي حيعطي البنه ويا ريت يا ريت يا ريت تخلوه بالشكل هذا يعني شرائح رقيقه مش شوفوا بالشكل هذا ليش باش يعطي البنه اللي هي احنا طبعا دائما نحبوها في اخر آه طبعا ده اخر اخر مطاف حتى في المكرونه نحطوا اخر شيء الفلفل الحار ليش باش يعطي بنه وباش يعطي هذه اخر شيء فراجوها شويه خمس دقائق هيك باذن الله تعالى حتشوفوا كيف آه يعني آه تكون لكن حاجه واحده بنقول لكم عليها اعملوا معروف آه يعني بالنسبه ل آه بالنسبه للفلفل كتروا منا قدر الامكان ليش لان احنا في جائحه كورونا اكيد محتاجينها تقدروا تحطوا الفلفل الحار حتى هو نفس الشيء نزيدوها لان هي حار لازم تكون حاره الاكل المكسيكي يمتاز انا ما نحطش فلفل اسود نحط فلفل ابيض لكن بما ان ما فيش مش هنحط ابدا نفضل ان نخليه هيك زي ما هو بالنسبه لي هذه واتيه بعد شويه أو بنقلي اللحم اكيد على نار هاديه نحمر اللحم اكيد حنحمره لما تتحمر تكون هادي طابت حنحط شرائح من الطماطم اللي هو بحدود حبه واحده شرائح هيك بالشكل هذا حتشوفوا اكله يعني فعلا رائعه ياكلوها الشرق اسيويين و المكسيك هم هي اكله مكسيكيه ليش؟ لانها تمتاز في حرارتها يعني الفلفل الحار فيها وفي نفس الوقت ان فيها خضروات يعني انا اليوم ما تكلمتش على البروكلي لان ما عندناش اليوم بروكلي انا عارف ان ممكن نزيدوا نص وحده ثانيه او متى وحده لكن لكن البروكلي من الاكلات المفضله عند الاسيويين ويا ريت احنا نعتمدوه ونحاولوا كيف نوكلوه صغارنا بقدر الامكان باش ليش لانه يعني يحتوي على فوائد جدا قويه وخاصه انه يقتل في الفيروسات اللي تؤدي الى السرطان هو من عائله القرنبيط طبعا بالنسبه لي بعد ما كيف حال اكيد خلاص يعني شبه الامور طيبه شوفوا كيف يعني شويه وبنحطه الطماطم الطماطم لما يذبل كل شيء شوفوا راهو الاسيويين ما يديروش هيك اول ما يعني يد يدبل شويه على طول يحطوا لكن احنا لا حنخلوها شويه اه وتو بامكاننا نحطه الطماطم ها هو طماطم واخر حاجه بعد شويه الفلفل تو الفلفل مازال نخلوها دقيقتين نخلو الطماطم خليه حتى هو بنحطوا ما تحطوش ملح تو لو حطيته ملح آه الملح طبعا لو حطيته ملح الملح شنو يدير ينزل ميه الخضره أكيد بعد الفاصل نرجع نشوف كيف صاير ورجعنا معاكم في آخر فقرة اللي هي اليوم حنوريكم كيف أول حاجة شن صار معنا هنا أهي جاهزة بإمكانكم تشوفوا جاهزة معاش فيه أي مشكلة هذه الأكلة المكسيكية قلينا الدجاج زي ما تشوفوا وبعدين كان عندكم حاجه بتزينوها بتحطوا لها شويه معدنوس تحطوا اي حاجه ما فيش مشكله لكن هذه هي الاكله المكسيكيه اللي دجاج مفروم معاه سبايسز اللي هو البهارات الحاره والصلصه الحاره هذه بالنسبه لها تمينا باذن الله قاعدين هنا معاكم في هذه باذن الله حتى هي بعد بعد شويه حنشوفوا كيف حنقطعوها اللي هي المرتديلا حنخلوها هذه باش باش نستغلوا الوقت حناخذوا هذه هنا وهذه هنا وناخذوا آه كيف آه باذن الله بعد شويه ممكن ربع ساعه ثانيه شكون واتيا تو اخر حاجه حنخليكم مع الفتوش الفتوش هو شنو عباره عن سلطه وخيار وطماطم ونعناع وتومه وزيت زيتون وزي ما تشوفوا الخبزه المرحيه زيت زيتون هو ملك السلطات يعني بدون زيت زيتون ما فيش سلطه لكن هنشوفوا مع بعضنا بعد الفتوش الحاجه الثانيه اللي نبي باش ما تفوتنيش ونخليكم معي آه حناخذوا معنا شوفوا هنا الفواكه هذه اللي تشوف فيها عندنا الكيوي اه حنعطيكم آه نبذه بسيطه عن الاشياء هذه آه يعني ما نبيش يعني ما نبيش نضايقكم عندنا الفراوله حناخذوا الفراوله باهي حناخذوا الكيوي معلش حناخذوا آه آه يعني الفراولة بإمكانكم حتى تحطوا شوية عادي ما فيش مشكلة لكن أنا حبيت نكتر الفراولة ونحط طبعا ما فيش حاجة اسمها مية أنا بالنسبة للنجاس قشرتها لكن خليت قشرتها واضحة علاش لأن لو تقشروها أو شوفوا أول ما تقشر النجاس بعد ثواني أو أقل من دقيقة تولي لونها كحلة علاش لأن فيها حديد والحديد أول ما يلامس الجو يبدأ يتغير لونها هو والموز والاشياء هذه كلها المفيده انا حطيت هنا بالنسبه لهذه طبعا جزر النجاز حطيت موزه بامكانكم تحطوا يعني جزر تسلقوه ما فيش مشكله الحاجه الوحيده اللي حطيتها واللي هي هي البرتقال اللي تشوفوا زي ما تشوفوا برتقال عصير برتقال ما نبيش نحط ميه الا اذا كان انت نقصت عليك او بامكانكم تحطوا ميه لكن حاولوا بقدر الامكان في افطار رمضان تكون الفواكه يعني مشكله مش ضروري انكم آه يعني آه تحطوا كل شيء يعني حتى حتى واحده واحده من كل نوع عادي هنا بالنسبه لي اهو الموز بامكانكم تحطوا الموز بالشكل هذا اذا كان آه بدون من غير رمضان ممكن تحطوا حتى بعض المكسرات انا ما نحطش سكر نحط مرات شويه آه تمر معجون مثلا او حتى اربع خمس طريفات ما فيش مشكله لكن اهم حاجه أه تشوفوا أه حاولوا تبتعدوا بقدر الامكان عن السكر اذا كان نقصت اذا كان خاطر هلا بتزيدوهم مياه يلا نشوفوا مع بعض أه اكيد كيف حيصير أه اكيد أه حتاخذ أه من 10 الى من ثلاثه الى اربع دقائق حنشوف مع بعضنا باذن الله تعالى كيف ممكن أه تخدم اوكي تو خلينا نرجع للفتوش زي ما قلنا حناخده مع بعض على طول آه الخيار وطماطم طبعا طبعا فلفل حلو ما فيهاش هذه ليش لانها ما هيش آه يعني مش مش اختصاص آه هي سلطه وطماطم سلاطة زي ما قلت لكم حاولوا بقدر الامكان آه تاخذوا الجذور وهذه واحده من الاشياء عمركم ما تاخذوا سلاطة الا لازم تكون الورق الاخضر للاسف شديد احنا نلوحوا فيه وهو الغذاء في الورق الاخضر اللي برا للاسف كل جماعه الخضره يلوحوا في الورقه الخضراء وهي الورقه الخضراء هي المفيده حاولوا كيف تركزوا على الامور هذه عندنا نعناع حتى هو ريحه الرائحه الموجوده سبحان الله في الاكله المرتديلا او مثلا السلامي اللي بنقول لكم عليها رائحتها فك بكل صراحه حاجه حلوه حنشوفوها اكيد في اخر الحلقه حنقطع الطماطم بالشكل هذا ما هوش صغير ولا هو كبير شوفوا وسط نفس الشيء حناخذوا آه الخيار نفس نفس الطريقة آه إذا كان صوبات زي ما قلت لكم حاول حاولوا كيف تقشروه حاولوا بقدر الإمكان دائما خلوا آه شغلكم منظم دائما خلوا أموركم واضحة آه جهزوا الأشياء اللي بتطيبوها قدام عيونكم بس ما تقعدوش آه تفكروا تقولوا هذه وين وهذه وين دائما خليكم منظمين شوفوا آه الطريقة ها هذه بالنسبة للفتوش كل ما كانت الخضرة أكثر كل ما كان يعني افضل بالنسبه للفتوش في شيء رئيسي واساسي اللي هو البليبشه البليبشه للاسف الشديد احنا ما نعرفوهاش هلبا وهي الفتوش طبعا هو منطقه آه ياكل فيه في منطقه الشرق الاوسط اللي هو سوريا ولبنان الاردن العراق آه بعض الدول الاوروبيه اعتمدوه على اساس وجبه غذائيه كامله ليش لان يحتوي على كل شيء يعني آه يحتوي على بصل اخضر حتى احنا جايب لكم بصل اخضر آه يحتوي على آه طبعا طبعا طماطم وليمون وثومة وزيت زيتون ما شاء الله آه البصل الاخضر حكيت انا آه في حلقه سابقه على ان لازم تهتموا بهذه آه الاشياء ليش؟ لانها آه مفيده جدا هذا هذا الشعر انت على البصل مفيد جدا حاولوا كيف تفتحوا على اليوتيوب وتقفوا انفسكم حتلقوه ان ايام فاتت علينا وحنين ما شيء هذا ينغسل من هنا باهي ويتنقع في الميه وشويه ليم قارص وبعدين يتخلط يتقص مع السلطه راه مفيد جدا 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 لجهاز المناعه وحاولوا كيف ما يعني دائما تستعملوه طبعا البصل الناعم يعني احت هذا كيف ما تبوا انتم في اللي يحطوا في اللي ما يحطش لكن نعناع ضروري انا بالنسبه لي البصل الناعم حنحطه بشكل يعني دائما نحط فيه في اكلنا هو طبعا انتي لجسم الانسان لكن يكتفي ممكن ب بشويه عادي بامكانكم تحطوا الاخضر اذا كان مناسب ما عندكم مش اي مشكله هناخد شويه نعناع حتى هو طبعا حاولوا كيف تقطوه بالشكل هذا حاولوا كيف تحطوا يعني تاخذوا فقط الورقه الموجوده في النعناع وبقدر الامكان قرضوه يعني حتى لو حتى لو احرش عادي هذه بالنسبه لي حاجات الفتوش يعني مازال عندنا سلطه حنشوفه مع بعض اكيد كيف حتكون الوجبه آه وجبه الفتوش بعد شويه اكيد حنشوفه آه الخبزه السوريه او الخبزه المصريه يقولونها رئيسيه انا حمستها طبعا حمستها بشكل بشكل عادي جميل جدا يعني شوفوا ورقيقه هذه حنخلطها حنحطوا النعناع الاخضر والنعناع اليابس وطبعا حنزيدوا اذا كان عندنا فلفل حلو او مثلا هذا اختياري آه انا بالنسبه لي آه ما نحطش الفلفل الحلو لكن فيه آه بروحه السلطه لازم تقردوها بالشكل هذا شوفوا السلاطة بالذات لازم تقردوها آه هنا طبعا اكيد آه طاب عندنا آه زي ما تشوفوا اكيد آه البوريك اللي قلت لكم عليه تعالوا نشوفوه مع بعضنا هذا البوريك أوكي. هذا البوريك زي ما تشوفوا سخون آه طيب باذن الله تعالى نبيكم تاكدوا على آه ان دائما البوريك لازم يكون من تحت ومن فوق نفس الشيء يعني اهو آه شوفوا هذه شكل البوريك لازم يكون طيب من الجهتين اكيد آه حنقول لكم آه حنحطوه بعد شويه آه فوق على الاقل يبرد ونشوفوا كيف حتكون نهايته يلا اكيد آه ما زلنا شويه حنكمل الفتوش معاكم والعصير حنصبوه ونجهزوا لكم الامور باذن الله تعالى نتمنى اليوم الحلقه تكون نالت اعجابكم ما تنسوش زيت الزيتون في اي نوع من السلطه لان زيت الزيتون معلومه على الطاير يرفع من الكوليسترول الجيد ويخفض الكوليسترول السيء دمتم بخير وفطور سعيد يا ربي ربي يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله